ذات الصلة بعملها عموما والتي ساهمت بمجموعها في خلق واقع سلبي حمل المرأة أعباء ثقيلة للغاية ومساهمتها في التنمية الشاملة. عليه يوجه دعوة حثيثة لكل من المنظمات العربية والدولية للوقوف بجانب المرأة العراقية من أجل انتشالها من هذا الواقع المزري. ألف تحية للطبقة العاملة والمجد والخلود لشهداء الطبقة العاملة والنصر للأموال. حسيب يوسف محمود الأمين العام الاتحاد العام للنقابات عمال وموظفين.